عينكم. ترهلات البطن موضوع بيهم جميع النساء. النهاردة هنتكلم عن ترهلات البطن بعد حمل الولادة خصوصا، حيث أن العضلات دي بتضعف بعد حمل الولادة بنسبة 75% عن المرأة العادية. تعالوا مع بعض نشوف إيه هي التمرينات دي اللي بتقوي عضلات البطن. هنبدأ مع بعض التمرين الأول، وهو تمرين يخص عضلات البطن العلوية. التمرين ده هنعمله 3 مرات، كل مرة فيهم 8 عدات. هنبدأ بالمرة الأولى مع بعض. هنحط رجلينا على اي كرسي او اي مسند هنا، ونحاول نتاكد ان هي ماسكه كويس من غير ما تتحرك. هننام ونعد مع بعض العدد 1 2. دلوقتي هنعمل مع بعض التمرين الثاني. التمرين ده بيفيد عضلات البطن السفليه. هنعمله مع بعض 3 مجموعات، كل مجموعه 8 عدات. نعمل مع بعض 1 2. دلوقتي التمرين الأخير معانا هو تمرين بيفيد عضلات البطن الجانبية، وزي ما تعودنا هنعمل التمرين 3 مجموعات، كل مجموعة 8 عدات. في التمرين ده بالذات لازم نتأكد ان احنا نلمس كعب الرجل وليس مشط الرجل، زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي 1 2. أشكركم وأتمنى أن تكون تمرينات عضلات البطن أفادتكم. نعم، يمكن تحت اللي هو كنا قاعدين نتكلم عن في الفقرة اللي قبل العملية، حين شخص جهز نفسه وضعف شوي من الوزن الزائد اللي عنده، استمر لمدة 2 شهر، خلاص صار المريض المثالي أو الشخص المثالي على أساس أنه يقوم بالعملية وجاهز حق العملية. صارت العملية وبعد العملية الحين شو بيحس فيه؟ أو شو قبل اللي يحس فيه؟ فترة العملية شو كثر؟ طويلة، قصيرة؟ التخدير هل يكون غالبا تخدير كلي، تخدير موضعي؟ فالسؤال شقين، المدة والتخدير. نعطي المدة للدكتور مقداد. المدة تعتمد من جراح لجراح، يعتمد على حجم الشد اللي بنسويه أو على كمية شفط الدهون اللي بنسويها. عادة تأخذ يعني ما بين ساعة ونص، ساعتين، 3 ساعات. هذا نعم يعتمد على الكمية اللي الواحد بياخذها. نعم، وإذا كان فيها جزئيتين اللي هي شفط وشد، إذا كان شفط وشد طبعا أكثر، إذا نعم. كان شد نفس الجزء السفلي من البطن طبعا بيكون أقل، إذا كان البطن كامل ياخذ له وقت أكثر. نعم، هاي بالنسبة للمدة. نتكلم الحين عن التخدير. معظم الحالات هذه نسويها تحت تخدير كامل. كامل. نعم. لأن عشان نعطي شد معقول ونرفع جدار البطن، مدة العملية 2 ساعة، ومدى العملية هذه ومكانها في الجسم، إنزين ما التخدير الموضعي ما يكفي. لو قلنا على شفط الدهون ممكن. الواحد يسويها تحت تخدير موضعي، لكن عملية شد البطن تخدير كامل. نعم. الحين الحمد لله طلع بالسلامة الشخص أو نعم. المرأة من العملية وتمت بنجاح. كيف تعامل مع جرحه؟ طبعا في جرح، في سكار صار عنده، ويمكن دكتور خالد تذكرت في انواع، في تكنيكس معينه حق كيف يكون طوله، عرضه، كيف يكون شكله. بس كيف، شو ممكن يتوقع الشخص ان هذا السكار كيف بيكون شكله في يعني معظم الحالات؟ هل يكون واضح؟ ممكن في البدايه ممكن يكون واضح. لاي سكار او تليف في الجلد يباله وقت لحد ما يلتئم ويوصل لمرحلة النضوج نسميه، وياخذ له تقريبا من 3 أشهر ل6 أشهر. نعم. ففي البداية بيكون علامة موجودة، العلامة طبعا مع جراحة التجميل تكون المفروض علامة فاين. أوكي. بيكون في البداية شوي الجلد محمر في هالمكان، لكن مع الوقت الجلد يبهت وياخذ نفس لون الجلد الطبيعي. نعم. والعلامة تكون يعني على 6 أشهر المفروض ما تكون واضحة، خلاص ما تكون واضحة بدرجة اللي كانت أول ما صارت العملية. نعم. طيب الآلام اللي يحس فيها الشخص،
هالآلام ممكن يتحملها ولا محتاج مسكنات قوية؟ طبعا محتاج مسكنات. احنا لما نسوي نقص البطن، تقصين جدار البطن من الجلد للطبقة الدهنية كلها، وخلالها طبعا الأعصاب الصغيرة هذه، فهذا لازم يكون فيها آلام. كثر وقت؟ بس يعتمد من شخص لشخص. بعد في شخص ثاني يوم ثالث يوم يروح عن تخف عن الآلام، والآلام تخف من يوم ليوم، حتى المريض نفسه يعني في أي عملية سواء شد بطن أو أي عملية ثانية نفس يختلف. أكيد إذا حتى مع أبسط شيء الأسنان، يعني الواحد يطلع من عيادة دكتور الأسنان بمسكن. نعم. طيب أنتوا تنصحون الشخص عقب العملية مثلا تلبسونه مشد معين؟ لازم. نعم، المشد نلبسهم لمدة شهر. شهر كامل؟ كامل. لما أنا أخيط جدار عضلات البطن، إنزين أنا وبا وقت للعضلات هذه إن تلتئم في الوضعية الجديدة مالتها، إنزين المريض بعد العملية ممكن معرض للكحة بسبب الأنبوب التخدير اللي حاطينه. الكحة هذا ممكن يأثر على جدار البطن، أنا ما بالجرح هذا والخياطة اللي خيطت في جدار العضلات البطن اللي تنفتح. نعم. فلازم نحط له مشد. نعم. عندي كل جراح لي بروتوكول، لكن مثلا أنا أقول للمرضى شهر كامل ما في أي تمارين رياضية، ما في أي جوجينج، ما في شل حديد أو شيء. أول بعد العملية مباشرة إحنا نفضل إن المريض يوقف ويتحرك. عقب أسبوع دكتور؟ على طول. على طول. ثاني طول. يوم. ثاني يوم. لازم يتحرك. لأن كل ما هو قاعد ومدد جسمه احتمال تصير عنده مشاكل أكثر. من الأشياء اللي نخافه تجلط في شرايين الدم اللي في الرجل. نعم. زين. نعم. فإحنا ننصحهم بالمشي. نعم. كل عملية وخاصة عملية شد البطن في أنابيب تطلع من الجرح عشان تطلع الإفرازات الزائدة، هذه الأنابيب نشيلها يعني روتينيا يوم أو يومين ماكسيم بعد العملية، يعتمد على كم ما سوينا شد البطن، هل مني ولا كل البطن، ساعات تكون يوم ساعات تكون يومين. نعم. أوكي. نعم دكتور، بالحديث عن إذا نوع العملية كانت كبيرة أو كانت مصغرة، نعم دائما في يمكن ما تكلمنا عن هالنقطة، ان يعني جسم الانسان فيه سره. نعم. ومع القطع اللي انتم تقطعونه متى تكونون سره جديده، او متى تحتاجون الى تبديلها، او متى؟ كان سؤال ما سالناه. اي فعلا. ويمكن يكون في تخوف من هالموضوع، وهل ممكن شكلها يكون طبيعي مثل؟ نعم. ومتى تحتاجون تسوونه، اذا كان بطن كامل دكتور او تحت السره او في كلتا الحالتين؟ لو الشد مجرد اسفل السره في الغالب ما نحتاج نغير مكان السر. لو الشد ولكل الجدار البطن في هالحالة القص دائما يكون الجزء السفلي من القص مكان الجرح القيصري، والجزء العلوي جاي فوق السرة. نعم. فهالجزء من الجلد كله نشيله. كله تشيلونه. كله نشيله. وتلصقونه بعدين. ونجيب جدار البطن من فوق السرة، الجلد من فوق السرة للتحت. نعم. ونخيطه مكان الجرح السفلي. فالسرة بتكون في النص. نعم. فلازم نسوي له مكان. في طبعا تكنيك معين ومقاس معين وين مكان السرة بالضبط، ونسوي القياس هذا ونفتح فتحة في الجدار الجديد للبطن. نعم. ونطلع السرة منه ونخيطه. نعم. يعني براند نيو سرة تصير عند الشخص. نيو. ويعني في معظم الحالات تكون طبيعية الشكل. طبيعية الشكل. نعم. نعم. طبعا اسئلتنا بعدها كثيره، بس عندنا اتصال ناخذ من بعض. عندنا ام عبد الله من الامارات. يا هلا. طول عمرك. طول عمرك. السلام عليكم. بخير الله يسلمك يا ام عبد الله. كيف حالك دكتوره؟ طول عمرك. ابغى كل عندك تغيرش. اسالي سؤالك يا ام عبد الله. نعم. بالنسبه عندي الولد عمره 18 ويمكن 4 شهور او 5 شهور، وزنه يمكن تقريبا 160 او 165 ما شاء الله. نعم. فهل يشد له يسوي شد بطن او ازاله دهون ولا تدبيس ولا عمليه قص؟ ايش اللي تنصحونه؟ شو الحل الانسب؟ نعم يا ام عبد الله نجاوب. تفضل دكتور. ام عبد الله، هل ولدك حاول انه ينزل وزنه؟ يحاول ينزل بس يرجع نفس الشيء. يرجع ينزل كل يومين 3 4. نعم. يرجع. نعم نعم. يعني الحمية الغذائية ما ضرورية جدا في الموضوع. نعم. شكرا يا أم عبد الله على سؤالك، وإن شاء الله بنجاوب عليه. أنا بس طفني عمر ولدها، قال 18 18 سنة. وزنه ما شاء الله 160 يعني وزن. أنسب حال حق ولد أم عبد الله شو بيكون يعني بشكل عام؟ والله مثل ما قال دكتور مقداد، الإرادة. لو ما عنده إرادة
اي شيء بنسوي له ما في له فائده. اوكي. لازم يحاول ينزل وزنه، لازم يلتزم بحميه غذائيه معينه، في اخصائيين تغذيه موجودين كثر وهم يساعدونه، يرتبون له برنامج معين رياضه، وفي اماكن كثيره متوفره في الدوله الحمد لله من صالات رياضيه ومدربين ممكن يساعدونه انه ينزل وزنه. ومراكز تغذيه منتشره يعني بين كل فيلتين في مركز تغذيه. اكيد. يعني الواحد ما يتعطل في الموضوع، مثل ما ذكرتوا يعني كانت يعني اهم شيء اذا مو بقادر ينزل كيلو وين، يعني مش الحل السحري هذه العمليات بالضبط. الواحد ممكن يقوم فيها اول شيء ممكن لازم يسوي هالشيء. يعني للاسف وقتنا قصير، بس انا حابه بس اخذ نصائح منك دكتور مقداد ومنك دكتور خالد على اساس بس نقول حق مشاهدينا يعني قبل يوصلون لمرحله شد البطن شو مفروض يسوون. الكاميرا عندك. الكاميرا عندينا. كنصيحة. إن دائما الواحد يحافظ على وزنه، يسوي رياضة، تغذية. يبتعد عن السمنة. طبعاً. رقم واحد. نعم. فقط لأن هذه المسبب الأساسي. هي المسبب الأساسي. نعم. وعقب العملية دكتور كنصيحة الواحد لازم على أساس إنه تمينتين هالوزن اللي وصل له عقب العملية أو هالبطن المسطح مثل ممكن نسميه. نعم. أنا أحس إن المرضى هذول يحسون بحالهم قبل العملية والمشاكل اللي عندهم، فأعتقد إنهم وصلوا لمرحلة العملية وسوينا لهم العملية هم بيلتزمون بهالشيء. إحنا نقول لهم إن الوقاية خير من العلاج. أكيد. أوكي. عشان ما يوصلون لهالمرحلة ومشاكل السمنة والترهلات. العمليات والعمليات وهالأشياء. نعم. إنهم يحاولون يحافظون على وزنهم من البداية. أكيد. بعد العملية الحمية والرياضة وتغيير نوعية نمط الحياة. نمط الحياة مهم بالضبط. جداً. بالضبط. مع هذه النصائح المهمة جداً وهذه المعلومات القيمة جداً، أكيد دائماً أنتم منورينا ودائماً تفيدون إحنا ومشاهدينا ومتابعينا، وأكيد لنا لقاء في المستقبل إن شاء الله مع مواضيع تجميلية جديدة. شكراً جزيلاً لكم ضيوفنا. وإلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج كيف الصحة. نشكر الدكتور مقداد الحمادي والدكتور خالد العوضي على المعلومات القيمة اللي دائماً يفيدون بها، ونشكركم أنتم على المتابعة. ومثل ما قلنا لكم هذه حلقة أنتم كنتوا طالبينها، فإذا عندكم أي حلقة أو أي موضوع حابين نناقشه من خلال برنامجنا عندكم بريد إلكتروني ظاهر على الشاشة، وإن شاء الله يوم الأربعاء الجاي موعدنا معكم. مع السلامة. كيف الصحة برعاية شركة أبوظبي للخدمات الصحية. صحة شريكك الصحي مدى الحياة. إذا